الخير، برحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. في البدايه طبعا عايز اشكركم كلكم على التفاعل الكويس جدا اللي شفته من اول حلقه في البرنامج، وكمان اكيد بشكركم على رسائل الترحيب، واتمنى دايما ان يكون عند حسن ظنكم، ونوعدكم ان شاء الله ان انا وكل اللي بيشتغلوا معايا في البرنامج نقدر نعمل كل اللي نقدر نعمله عشان نرضيكم ونحقق لكم اللي انتم عايزين تشوفوه وتسمعوه في البرنامج. النهارده هيكون ضيفنا ان شاء الله في البرنامج في نهايه الحلقه الصحفي الدكتور طارق الأدور، صحفي الجمهورية، ومستنية رسائلكم النهاردة وتفاعل مع البرنامج. ويهمني طبعا ان اعرف رايكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستغرام لأهلي تي في، وهاشتاج البرنامج هو هاشتاج كلام في الميديا. دلوقتي نبدأ برنامجنا بعرض أهم الأخبار اللي هتابعوها معانا النهارده خلال الحلقة. الأهلي يواصل معسكره في الإسكندرية استعدادا لكامبالا وكارتيرون يضم زكريا. الشناوي جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام كامبالا. اتحاد الكرة يوافق على إقامة سوبر زايد بين الأهلي والعين. أجري مستاء من ظاهرة إهدار الوقت في الدوري. تقارير تربط انتقال محمد صلاح لبرشلونة الأسباني. ملعب بلد الوليد يثير أزمة في الدوري الأسباني. هنبتدي معاكم كالعاده باهم اللي اتقال في الصحف الورقيه وفي الجرايد عن اخبار النادي الاهلي. الاخبار المسائي، كارتيرون يعيد حساباته، الاهلي يواصل معسكره في الاسكندريه ويوسف ينفي الخروج عن النص. الاخبار، الاهلي يستعد لمواجهه كامبالا الاوغندي، كارتيرون عانينا من الارهاق في لقاء الحرس، وعماد سليمان لن نعود مجددا لدوري المظالم. روز اليوسف، مخطط الاهلي للثأر من كامبالا، كارتيرون يطالب باغلاق ملف الدوري والتركيز في الفوز على بطل اوغندا. الاهرام، الاهلي يظهر العين الحمراء للاعبي في برج العرب، يوسف يحذر الفريق من الاداء السيء امام الحدود وانتظام الشناوي وفتحي وميدو في المعسكر، كارتيرون يطالب الجميع بالتركيز للفوز على كامبالا سيتي للثأر وصداره المجموعه. المصري اليوم، الاهلي يحفز لاعبيه بالمكافآت لحسم الصداره الافريقيه امام كامبالا سيتي، كارتيرون يتحفظ على الاداء الهجومي امام الحرس والشناوي جاهز. الوفد، الاصابات تحاصر الاهلي قبل مواجهه كامبالا وكارتيرون يعترف بسوء الاداء امام الحدود، خطاب للاتحاد الاسكتلندي للايقاف صفقه كوليبالي، ولجنه الكوره ترحب بخوض السوبر المصري والاماراتي. الوطن، كارتيرون يتبرأ من سوء أداء الأهلي، ما زلت أعمل على التطوير. الشروق، الأهلي يدرس التعاقد مع حسين الشحات، إعادة فتح ملف ضم اللاعب بعد تصريحات رئيس العين ومؤمن والشيخ ضمن الصفقة التبادلية. الوطن، محمد الشناوي ضحيت بعرض برتغالي وآخر سعودي عالي القيمة حبا في الأهلي والمنافسة مع إكرامي لا تفسد الود بيننا، صدقتش نفسي عند الفوز بجائزة أفضل لاعب أمام أوروغواي. طبعا منشطات وأخبار النادي الأهلي النهارده في الجرايد بدأت إنها تركز على استعدادات النادي الأهلي لمواجهة كامبالا سيتي في الجولة الأخيرة من دور ال 16 في دوري أبطال أفريقيا، واللي طبعا على أساسها هيتحدد مين هو ترتيبه هيكون عامل إزاي في المجموعة. النادي الأهلي بالتأكيد طبعا بيسعى للفوز في المباراة عشان يتصدر المجموعة. جريدة الأخبار المسائي قالت إن كارتيرون بيعيد حساباته قبل مباراة كامبالا، وأشارت كمان إن المدير الفني للنادي الأهلي بدأ إن هو يطور القدرات الهجومية ويستغل الفرص قصاد المرمى لمهاجمين الفريق، وأضاف كمان الخبر إن كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة أكد إن مفيش أي خروج عن النص من أي لاعب وإن مفيش أي مشاكل جوه الفريق. أما جريدة روز اليوسف فقالت إن النادي الأهلي بيخطط للطقر من فريق كامبالا سيتي واللي فاز على النادي
الأهلي بهدفين من غير مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات في أوغندا. وبالنسبة للأهرام كان عنوانها النادي الأهلي بيظهر العين الحمراء للاعبيه في برج العرب، وإن محمد يوسف حذر اللعيبة بعد الأداء الضعيف اللي ظهروا عليه قصاد حرس الحدود في الدوري، في الوقت اللي كارتيرون برضو طلب من كل اللعيبة إن هم يركزوا قصاد كامبالا سيتي عشان يقدروا يحققوا الفوز ويتصدروا المجموعة. وبالنسبة للمصري اليوم، مصر اليوم قال إن النادي الأهلي بيحفز لعيبة الفريق بالمكافآت عشان يحققوا الفوز على كامبالا سيتي ويتصدروا المجموعة. وأكدت الجريدة كمان إن جاهزية دلوقتي شناوي للعودة لحراسة مرمى الفريق قصاد كامبالا. وجريدة الوفد كمان قالت إن النادي الأهلي وافق من حيث المبدأ على لعب مباراة السوبر المصري الإماراتي قصاد العين في الأول من ديسمبر اللي جاي على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات. لكن بالنسبة بقى لجريدة الوطن فنشرت حوار كبير مع حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، واللي قال فيه إن هو ضحى بعروض كبيرة جدا للاحتراف حبا في النادي الأهلي، وقال كمان إن العلاقة ما بينه وما بين شريف إكرامي كويسة جدا وإن المنافسة ما بينهم قوية ولكن مش بتفسد العلاقة الكويسة اللي بينهم. كمان قال الشناوي إن هو كان سعيد جدا لما حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة أوروجواي في كأس العالم وإن هو اتفاجئ بيها، وقال إن هو بيعمل دلوقتي كل اللي يقدر يعمله وبيجتهد عشان يحافظ على المستوى اللي وصل ليه في كاس العالم. ده كان الكلام اللي اتقال في الجرايد النهارده عن النادي الاهلي. تعالوا نشوف بقى الكلام اللي اتنشر على مواقع الانترنت. يلا كوره، الاهلي يستدعي مؤمن زكريا لمعسكر مباراه كامبالا سيتي. الشروق، وليد سليمان يغيب عن ميران الاهلي. الوطن، رسمان ميدو جابر يغيب عن الاهلي امام كامبالا. اليوم السابع، بعثه كامبالا تصل القاهره للقاء الاهلي بدوري الابطال. صدى البلد، تعرف على كواليس محاضره كارتيرون مع لاعبي الاهلي استعدادا لكامبالا. الشروق، ربيعه يؤدي تدريبات مكثفه تحت اشراف اخصائي التاهيل. موقع الرسمي لنادي الاهلي يوصف مباراة كامبالا صعبة والفريق الاوغندي منظم ويمتلك العديد من العناصر المميزة. موقع الرسمي، تدريبات في الجيم للغائبين عن مواجهة كامبالا. موقع وان تري، الاهلي يدرس كامبالا بالفيديو. هنبتدي مع موقع يلا كورة. قال في الخبر بتاعه، استدعى باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي مؤمن زكريا قبل يوم من ميعاد المباراه عشان يكون في معسكر الفريق في برج العرب استعدادا لمباراه النادي الاهلي مع كامبالا سيتي يوم الثلاثاء اللي جاي في نهايه دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. وده بعد ما كان مؤمن زكريا مستبعدين عن المعسكر. بالنسبه للشروق، كان الوضع مختلف، وليد سليمان بيحصل على إذن عشان يغيب عن تمرين المستبعدين عن مباراة كامبالا سيتي لظروف خاصة. وزي طبعا ما احنا عارفين ان وليد خرج من تشكيلة المباراة بسبب الإيقاف بعد ما اخذ كارت انذار تاني في مباراة الترجي التونسي. نروح للشروق او نروح للوطن، فالجهاز الطبي للنادي الاهلي بيقول ان ميدو جابر لسه بيعاني من اصابه في العضله الخلفيه، وده كان تعرض ليه طبعا في مباراه النادي الاهلي وادي دجله ومنعته من المشاركه في مباراه حرس الحدود اللي فاز فيها النادي الاهلي بهدفين. كمان الاصابه دي هتكون سبب ان هو ما يكونش موجود في مباراه كامبالا سيتي. اليوم السابع، نشرت صور لوصول بعثه كامبالا سيتي لمطار القاهره النهارده الصبح، والمفروض طبعا ان البعثه دي هتسافر على طول على برج العرب عشان تستعد للمباراه يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله. صدى البلد كمان نشر كواليس من المحاضره الفنيه لباتريس كارتيرون في المعسكر المغلق في اسكندريه استعدادا لمواجهه كامبالا سيتي. وقال كارتيرون اللعيبه ان المباراه مش تحصيل حاصل زي طبعا ما البعض كان متصور، خصوصا طبعا النادي الاهلي ضمن التاهل لدور الثمانيه في البطوله وان الفوز اكيد مهم جدا. الشروق بتقول كمان ان رامي ربيعه لاعب النادي الاهلي ادى تدريبات مكثفه النهارده ضمن البرنامج التاهيلي الخاص بيه، اكيد بيساعده عشان يتعافى ويرجع مره ثانيه للمشاركه مع الفريق، وكانت التدريبات تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل في النادي الاهلي.
اما في الموقع الرسمي للنادي الاهلي فمحمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي بيقول ان مباراه كامبالا سيتي صعبه وان هو فريق منظم وجدير بالاحترام واننا بنلعب على الفوز والحصول على الثلاث نقط املا طبعا في تصدر المجموعه بعد ما حققنا خلاص هدفنا وتاهلنا للدور ربع النهائي من البطوله. كمان الموقع الرسمي رصد تدريبات النهارده الصبح في الجيم للعيبه اللي هم غايبين طبعا عن معسكر مباراه كامبالا سيتي واللي منهم احمد الشيخ واحمد علاء وعمار حمدي ومحمود الجزار وكريم نادفد وباسم علي وصبري رحيل ومحمد شريف واحمد حمودي واحمد ياسر ريان والحارس الصاعد احمد طارق ومصطفى شوبير وده طبعا كان تحت اشراف حسين عبد الداي مساعد مخطط الاحتياط. بالنسبة لموقع وان ثري فمنزل خبر بيقول ان الجهاز الفني للنادي الاهلي حصل على شرايط فيديو لفريق كامبالا سيتي عشان يدرس الفريق كويس جدا ويعرف نقط القوة ونقط الضعف عند كامبالا وكان منها مباراة الفريق مع تاونشيب والترجي التونسي وكمان مباراته مع النادي الاهلي واللي اقيمت في الدور الاول من البطولة. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع بعد كده نتابع معاكم باقي فقراتنا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا بعدين دلوقتي كمان مع الاخبار المحليه والاخبار العالميه واخبار محترفينا في الخارج. اتحاد الكره يوافق على اقامه السوبر المصري الاماراتي ومونديال الانديه يهدد الاهلي. أخبار المسائي أشغال شاقة في المنتخب اجتماعات مستمرة لجهاز أجاري لوضع الخطوط العريضة قبل لقاء النيجر. الأخبار الليلة ثلاث مباريات في الدوري السموحة يستضيف طلاع الجيش وبيراميدز يواجه الداخلية والإنتاج مع الجونة. اليوم السابع أجاري يعترض على إضاعة الوقت من الفرق المصرية في الدوري. الأهرام بعد اختياره لخوض مباراتي السوبر المصري السعودي الزمالك يتعجب من رفض الدراويش ومشاركته في كأس خادم الحرمين الشريفين والإسماعيلي يحتج على تجاهله ويطالب بتطبيق اللائحة. يلا كورة حسين لا توجد لائحة للسوبر المصري السعودي واتحاد الكرة سينافس أو سيناقش طلب الإسماعيلي. البوابة نيوز مدبولي وجمعة درسان الرحيل عن الزمالك في يناير. المصري اليوم بامبو يطلب مساواته بالحضري لتمديد عقده مع الاسماعيلي. فيتو لعنة الاصابات تصيب سداسي امبي. موقع بطولات الفحوصات الطبيه تكشف اصابه احمد عبد الظاهر بقطع في الرباط الصليبي. الاخبار المسائي صلاح يواصل الابداع الفرعون يقود ليفربول لصداره البريمير ليج. الأهرام سجل هدف الفوز الوحيد على برايتون. صلاح يقود ليفربول للقمة قمة الدوري الإنجليزي ويحقق رقم جديد في ملعب الأنفيلد. الشروق السفير البريطاني يشيد بصلاح بعد هدفه في برايتون. فيتو تقارير صحفية صلاح بديل ميسي في برشلونة. في الجول غزال يشارك في عودة رائعة لفانكوفر أمام سان خوسيه المتدين. تريزيجيه محط أنظار أندية أسبانية وألمانية وفرنسية. كرة ضخية يطلب التواجد في فئة بوجبا وسانشيز. الشروق فالفيردي وبيكي يعبران عن غضبهم من أرضية ملعب بلد الوليد. في الجول تضارب حول مستقبل تشيلسي تايمز نادي معروض للبيع والجارديان تنفي. الأخبار الوحدة بطل السوبر الإماراتي البطل يسجل ثلاثية في الشوط الأول وريمونتادا تاريخية للعين في الثاني وركلة الترجيح تحسم اللقب. وان ثري وزير الرياضة يكرم سفير الإمارات بالقاهرة.
هنبتدي معاكم الاخبار باليوم السابع. وافق مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هانيه بوريده على اقامه السوبر المصري الاماراتي، واللي تم اقتراحه خلال المؤتمر الخاص باستضافه مصر للسوبر الاماراتي واللي جمع ما بين العين الاماراتي والوحده الاماراتي امبارح يوم السبت على استاد الدفاع الجوي، ونظمته شركه برزنتيشن الراعي الرسمي لاتحاد الكوره. اصدر المجلس تعليماته للجنه المسابقات برئاسه عامر حسين عشان يناقشوا المواعيد المقترحه لاقامه السوبر المصري الاماراتي. وكشف مصدر في اتحاد الكرة ان في أزمة بتهدد المباراة، وهي تأهل النادي الأهلي لكأس العالم للأندية واللي هتستضيفها الإمارات، وطبعا هتنطلق يوم 12 ديسمبر. بالنسبه برضو لليوم السابع برضو، قال ان المكسيكي خافيير اجاري المدير الفني لمنتخب مصر اشتكى من كتر اعتماد فرق الدوري المصري على اضاعه الوقت في المباريات، واعتبر ده ظاهره سلبيه، خصوصا طبعا ان المباريات الدوليه ما بتسمحش فيها باضاعه الوقت، وطلب ان ده يتغير ويتم تغيير الطريقه دي من قبل اللاعبين والاجهزه، وحس اللعيبه ان هم يلعبوا لعب ايجابي وسريع. ويحرص طبعا اجاري ان هو يتابع دلوقتي كل المباريات في الدوري عشان يتعرف على اللعيبه بشكل افضل قبل اول مباراه رسميه ليه مع الفراعنه اللي هتكون ان شاء الله يوم 8 سبتمبر اللي جاي، هتكون قصاد النيجر. يلا كوره، قال ان عامر حسين اكد ان مفيش اي لا توجد اي لوائح رسميه بالنسبه طبعا لبطوله السوبر المصري السعودي، نظرا لانها بطوله غير رسميه. وصرح عامر حسين ان ما فيش اي لوائح بتخص السوبر المصري السعودي عشان نقرر مين اللي هيشارك فيها ومين مش هيشارك فيها، لان دي بطوله تعتبر غير رسميه. الاسماعيلي طبعا كان اعترض قبل كده على اختيار نادي الزمالك ان هو يخوض المباراه، مباراه السوبر المصري السعودي مع الهلال والاتحاد في الوقت اللي احتل فيه الفريق المركز الثاني طبعا بالنسبه للاسماعيلي في الموسم اللي فات، فهم شايفين ان هم كانوا الاحق في خوض المباراه دي. كمان البوابه نيوز قالت ان ابدى ثنائي الزمالك عبد الله جمعه واحمد مدبولي غضبهم على خلفيه الاستبعاد من قائمه الفريق للقاء نجوم اف سي المقرر لبكره ان شاء الله الاثنين الساعه 8 مساء، والاثنين عندهم احساس ان هم بره حسابات السويسري كريستين جروس المدير الفني لنادي الزمالك، في ظل طبعا تكرار عدم الاعتماد عليهم في المباريات، والاثنين بيفكروا في الرحيل عن نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي اللي جاي على سبيل الاعاره عشان يهربوا من جحيم الاستبعاد عن المباريات. المصري اليوم كمان قال ان كريم مامبو اشترط على نادي الاسماعيلي ان هو يتساوى بعصام الحضري الحارس المخضرم عشان يقدر يمدد عقده مره ثانيه مع الدراويش لمده 3 سنين، وبيحق لكريم مامبو ان هو يوقع لاي نادي ثاني في يناير اللي جاي، لكن هو مستني موقف مجلس اداره الاسماعيلي برئاسه ابراهيم عثمان من الموافقه على طلباته الماليه من عدمها قبل ما ياخد اي قرار سواء بتمديد عقده او بالرحيل في نهايه الموسم الحالي. نروح للشروق. قالت الشروق ان السفير البريطاني جون كاستن عن سعادته بتالق محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الاول مع ليفربول خلال مباراه برايتون امبارح يوم السبت، ونشر كاستن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعض الصور المجمعه لاحتفالات محمد صلاح، وده كان اثناء طبعا المباراه وبعد انتهائها، وعلق عليها وكتب جدع يا ابو مكه. فيتو كشفت تقارير صحفية أسبانية عن نية نادي برشلونة الأسباني أن هو يضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر عشان يكون بديل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي ليفربول نجم برشلونه. وقال موقع دوما لون الاسباني ان اداره برشلونه بلغت ارنستو بافيردي المدير الفني للفريق ان عندهم نيه ان هم يضموا محمد صلاح نجم ليفربول عشان يكون بديل الارجنتيني لينال ميسي واللي قرب من عامه ال 32، واكد دوما لون ان محمد صلاح هو الاقرب خصوصا طبعا بسبب استخدامه لقدمه اليسرى زي ميسي وقدرته على التوجه مباشره نحو المرمى وتسجيل الاهداف. الاهرام سبورت قالت ان مجله فرانس فوتبول اتكلمت ان في مفاوضات ما بين نادي اشبيليه الاسباني والدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب خط وسط نادي قاسم باشا التركي عشان يحصلوا على خدمات اللاعب المصري. مكملين معاكم باقي الاخبار،
وكوره قالت ان الاسباني ديفيد دخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد رفض المرتب الاسبوعي، وده عشان يقدر يوقع عقد جديد خلال الفتره الجايه. وقالت صحيفه ذا سان البريطانيه ان دخيا البالغ من العمر 27 سنه بيحصل على 180 الف جنيه استرليني في الاسبوع، وعنده رغبه ان هو يزود الراتب ده عشان يقدر يجدد العقد بتاعه. وكمان قالت ان دخيا عنده يعني نيه او عنده هدف ان هو يحقق التكافؤ في الاجور مع زمايله زي الكسس سانشيز اللي بيحصل على 5.5 الف جنيه استرليني اسبوعيا، وبول باجبا عوفوا 505، وبول باجبا اللي بيحصل على 300 الف جنيه استرليني في الاسبوع. بالنسبه لوانتري قالت ان التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بالسفير جمعه مبارك سفير الامارات في مصر والوفد المرافق لي ممثلا في امل بشلاخ عضو اللجنه العليا لماراثون زايد الخيري وممثلي لجنه دوري محترفين ومجلس ابو ظبي الرياضي. واتكلم اشرف صبحي عن سعادته بالصوره المشرفه اللي ظهرت عليها المباراه، واتكلم ان هي يعني بتبين الصلات الوطيده جدا ما بين الشعبين المصري والشعب الاماراتي، وان المباراه دي تجديد للعلاقات الاخويه القويه ما بين البلدين. دلوقتي ميعادنا مع فاصل سريع وبعد كده هنرجع معاكم وهنتابع بعديها فقره السوشيال ميديا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في الكلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي معاكم لفقره السوشيال ميديا اللي هنتابع فيها اهم وابرز اللي اتنشر عن نجوم الكوره في السوشيال ميديا. نشرت صحيفه النادي الاهلي او صفحه النادي الاهلي على انستجرام صوره لصلاح محسن، وكتبت تحت الصوره نيكست ماتش كمباليسيتي ودوري ابطال افريقيا الثلاث 28 اغسطس استاد برج العرب الساعه 9 مساء طبعا ميعاد المباراه القادمه. ومن معسكر الفريق في اسكندريه اللي بيستعدوا طبعا لمباراه كمباليسيتي يوم الثلاث اللي جاي، عمرو السوليه نزل ستوري على الانستجرام الخاص بيه وكتب مورنينج او صباح الخير. كمان نزل علي لطفي على الستوري بتاعته على انستجرام برضه ومعسكر الفريق في اسكندريه الصوره اللي انتم شايفينها دي. ونروح دلوقتي للعيبه المحترفه في الدوريات الاوروبيه، هنبدا بمحمد صلاح. محمد صلاح اللي سجل هدف الفوز لليفربول امبارح قصاد برايتون في الدوري الانجليزي، ونشر صلاح على حسابه على تويتر مجموعه من الصور اللي بتخص طبعا الماتش واحتفاله بالجول. عمرو ورده كمان فاز امبارح مع فريق باوك اليوناني في بدايه الدوري اليوناني في الموسم الجديد، وده كان قصاد ستراس، ونشر على حسابه على الانستجرام صوره من الماتش وكتب الفوز الاول في الدوري اليوناني ولا وقت للراحه. نشر كمان ستوري على الانستجرام وقال ريدي فور بنفيكا، وده الماتش اللي جاي لعمرو ورده ان شاء الله في دوري ابطال اوروبا يوم الاربعاء اللي جاي. وخلاص تعادل باوك اليوناني على بنفيكا البرتغالي في ماتش الذهاب، وسجل ورده جول في التعادل لفريقه. كمان تريزيجيه نزل ستوري على انستجرام قبل الماتش مع فريق قاسم باشا التركي في الجوله الاولى من الدوري التركي اللي بيتلعب طبعا دلوقتي، وكتب عليها جيم داي. نشر كمان احمد حسن كوكا صورته امبارح على الانستجرام من تدريباته مع فريقه الجديد اولمبياكوس اليوناني، ومستني مشاركته النهارده ان شاء الله مع فريقه في اول ماتش ليه في الدوري اليوناني، كل توفيق ليه ان شاء الله. نشر كمان الحساب الرسمي لنادي استون فيلا الانجليزي على تويتر صوره للاعب المصري احمد المحمدي وكتبوا اداء قوي من المحمدي. نشر كمان الحساب الرسمي لدوري ابطال اوروبا على تويتر صوره لمحمد صلاح بالماتش امبارح وكتبوا ليفربول هم القاده الجدد للبريمير ليج بفضل فوزهم على برايتون بهدف دون مقابل. نشرت صحيفه البريمير ليج على انستجرام برضو او صفحتهم على انستجرام صوره لمحمد صلاح وكتبوا مو صلاح يفعلها.
نشر كمان موقع الجول على حسابه على الانستغرام صوره لمحمد صلاح مع علام ليفربول، وكتبوا اعلام محمد صلاح اصبحت جزء من مدرجات لا يتجزا. نروح بقى للنوادي واللعيبه العالميه على السوشيال ميديا. نشر خيمس ميلنر لاعب ليفربول الانجليزي على حسابه على تويتر صورته من ماتش امبارح، وكتب: ليس الاداء الممتاز ولكن فوز جيد والحفاظ على نظافه الشباك مره اخرى وتحسين الكثير. نشر كمان كريستيانو رونالدو على حسابه على الانستغرام صورته من ماتش امبارح مع يوفنتوس قصاد لاتسيو، فازوا طبعا فيه بهدفين دون مقابل، قال: فوز جديد مهم. كمان كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان نشر على حسابه على الانستغرام صورته من ماتش امبارح اللي فازوا فيه على انجي في الدوري الفرنسي 3-1 وسجل الهدف الثاني، وكتب: مبروك يا شباب على الفوز ده. كمان نشر نيمار سجل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان صورته مع مبابي على الانستغرام، وكتب: شركاء في التسجيل. نشر كمان نيمار بوست تاني على انستغرام من الماتش واحتفاله بعيد ميلاد ابنه، وكتب: عيد ميلاد سعيد، او بنته، وكتب: عيد ميلاد سعيد. ونشرت الصفحه الرسميه لنادي ليفربول على تويتر صوره على لحارسه لويس كاريوس، واللي تم اعارته للنادي بشكتاش التركي، وقالوا: الكل يتمنى لي الاداء الجيد خلال فتره اعارته. نشرت كمان صفحه سبورت 360 عربيه صورة كاريس بتيشيرت بشكتاش التركي، وكتبت: الحارس الألماني لوريس كاريس في بشكتاش التركي. وكمان احتفل الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على تويتر بذكرى ظهور الأول لأندرياس بيريرا مع الفريق من 4 سنين، وكتب: هذه السنة الرابعة منذ ظهور أندرياس بيريرا مع الفريق. احنا النهارده او من امبارح حطينا سؤال على السوشيال ميديا نسال الجمهور فيه: انتوا بتحبوا تتابعوا الاخبار على ايه؟ على السوشيال ميديا، على الويب سايت، ولا من خلال الجرايد؟ فبعض طبعا الاراء وصلت لنا النهارده من خلال هاشتاج البرنامج كلام في الميديا، فهنشوفها معاكم دلوقتي. هنبتدي مع محمد رأفت اللي قال: السوشيال ميديا اكيد. ساجد الاهلاوي قال: انا بحب اتابع الاخبار عن طريق السوشيال ميديا. كمان رجب الاهلاوي قال: محدش فاضي يقرا الجرايد، السوشيال ميديا ومواقع الكترونيه بس. علي محمد كمان قال: المواقع الالكترونيه والسوشيال ميديا هم دلوقتي الاساس. فتحي قال: السوشيال ميديا والمواقع اكيد، وساعات صحف لما ببقى مع جده. هو طبعا ربط الموضوع بجده عشان جده هو اللي بيشتري الجرايد. السوشيال ميديا هي الاسرع حاليا، ده راي ندى. عبد الحكيم صلاح قال: المواقع الالكترونيه احيانا سوشيال ميديا. عصام رمضان قال: بطلت الجرايد دلوقتي كله سوشيال ميديا. الصفحه بنروح بقى للصفحه على تويتر، صفحتنا احنا الرسميه، عملنا زي فوتنج او تصويت في، طبعا زي ما انتم شايفين ستاتستكس او احصائيات، وسالنا الناس: انتوا بتحبوا تقروا الاخبار منين، او بتحبوا تتابعوها منين، من الصحافه ولا من المواقع الالكترونيه ولا من السوشيال ميديا؟ اكيد السوشيال ميديا هي اللي اكتسحت بنسبه 75%، المواقع الالكترونيه 23%، اما الصحف الورقيه 2%. فطبعا دي كانت النتيجه زي ما واضح قدامكم. طيب آية بتقول السوشيال ميديا، وأحمد السيد كمان قال السوشيال ميديا. مشاهدينا دلوقتي بقى معادنا مع فاصل سريع، وهنرجع نستقبل ضيفنا النهارده الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية الدكتور طارق الأطوار. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي ومنورنا دكتور طارق الادور الناقد الرياضي في جريده الجمهوريه، طبعا المعلق الرياضي الكبير. مساء الفل على حضرتك. اهلا بيك، مساء الخير. انت اللي منوره، ومبروك البرنامج الجديد ان شاء الله بالتوفيق. يعني الفكره اللي كانت بدات طبعا في قبل كده في قناه دي ام سي، انت بتوصليها دلوقتي، وبالذات التركيز على السوشيال ميديا.
الله يخليك يا دكتور، ميرسي منورنا. وعايزه بقى في البدايه كده نتكلم عن السوشيال ميديا، ونتكلم برضو عن الجرايد وعن مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا، وعن طبعا المواقع الالكترونيه والاخبار. مين يعني الاسرع، مين الاكثر مصداقيه، مين الاسهل لوصوله للجمهور؟ لو كان البرنامج ده من 30 سنه كانت مفيش مصدر للمعلومه الا الصحف فقط. حتى البرامج الرياضيه التلفزيونيه كانت قليله جدا، ما كانتش مصدر الاخبار، كان مجرد لقاءات وكده. الامر تحول من حوالي 20 سنه الى المواقع الالكترونيه، او نقول 15 سنه. يعني من بدايه القرن كده بقت المواقع الالكترونيه هي الاسهل، اللي بيخش عليها على الكمبيوتر، بس طبعا كان بتخش على المواقع الالكترونيه عن طريق الكمبيوتر. صحيح. لما تطور الامر بقى، والله يجازيه مارك زوكربيرج، لما دخل الفيسبوك طبعا 2004 كان لوكال كده على جامعه هارفارد بس، وزملائه طبعا الاربعه اللي كانوا ابتدوا السوشيال ميديا عن طريق الفيسبوك، اللي هم اندرو كريس وتيبينج وادواردو، الاربعه الخماسي اللي هو اسس فيسبوك طبعا بقياده زوكربيرج. ابتدى بقى في 2006 او 2007 او 2008 تدخل الفيسبوك بشكل قوي جدا قبل حتى ما يبدا تويتر، فاصبح هو المصدر الاسهل. اللي حول مسار الميديا تماما في السنوات الاخيره هو الهواتف الذكية طبعا، سمارت فونز. صحيح. خلت زمان انا لو عايز اخش على موقع الكتروني مش عارف اخش عليه، اما على الجهاز البي سي اللي في البيت الكبير قوي ده، او على اللابتوب. لما دخلت السمارت فونز بقيت كمان انا مش محتاج حتى تابلت، يعني التابلت حتى يعتبر حجمه كبير. انا قاعد بعمل اي، باكل، بشرب، نايم، حتى على التليفون. ده ممكن دلوقتي كمان بقى الواحد اول ما يصحى من النوم كده قبل بقى ما يفتح عينه يبص كده يشوف ايه اخر الاخبار من كل حته. فطبعا يعني مخطئ من يعتقد ان الصحف الورقيه ومن بعدها حتى المواقع الالكترونيه هتجاري السوشيال ميديا والاندفاع الرهيب للسوشيال ميديا. صحيح. واللي خلت فيه ما يطلق الان في اوروبا ما يسمى بالسيتيزن جورناليست، يعني معناها المواطن الصحفي. هو الصحفي. يعني هو كان زمان، يعني برضه هرجع برضه تاني، لو من 30 سنه البرنامج ده بنتكلم على الكومن بول بتاعت الميديا كلها. انا فاكر لما دخلت نقابه صحفيين كان عدد النقاد الرياضيين تخيلي 106 او 107 شخص. تخيلي هو ده البول بتاعت الميديا، هم دول اللي بيتكلموا سواء في صحف مقروءه او بيطلعوا حتى في البرامج التلفزيونيه 100 100 وشويه. دلوقتي احنا عندنا 100 مليون مدير فني ناقد 100 مليون جورناليست، اللي هم بنسميهم السيتيزن جورناليست. كل واحد بيكتب من حقه انه يخش على فيسبوك يكتب بوست كده يقول فيها رايه في مباراه الاهلي وكامبالا اللي جايه، رايه في مباراه حرس الحدود اللي فاتت. فخلاص بقينا 100 مليون جورناليست في مصر. طيب احنا معانا تقرير طبعا بيخص الكلام ده، كلام عن وسائل التواصل الاجتماعي، عن السوشيال ميديا، وعن الجرايد الورقيه، وعن الاخبار ازاي بيتلقاها المشاهد او المستمع او الشخص العادي المواطن العادي. نشوف التقرير ده ونرجع نكمل مع حضرتك. في تغيرات بشكل عام على على مستوى الاعلام كله بشكل عام، زي ما في تغير على مستوى الحياه بشكل عام على مستوى العالم كله. ان انت ما كانش في فيسبوك، ما كانش في تويتر، ما كانش في مواقع التواصل الاجتماعي. دلوقتي في حاجات كتير جدا بقت موجوده في الحياه المصريه. بتلاقي الاطفال الصغيرين اللي عندهم سنتين وثلاثه ماسكين التاب، ماسكين بيفتحوا اليوتيوب، الدنيا متغيره كلها. زي ما احنا شفنا خلال يعني السنوات الاخيره كلها في حاله انهيار كبيره جدا للصحافه الورقيه. بنشوف على مستوى العالم في مجلات وصحف عالميه كبيره اغلقت، في مجلات وصحف عالميه كبيره جدا اللي خفضت ميزانياتها لاكثر من 50%. الصحافه الورقيه لن تختفي، فاهمة؟ ولكن بتواجه ازمات كبيره جدا، ممكن تواجه انهيار مش، لكن لما تيجي تتكلم في اي مؤسسات تيجي تقول مؤسسه الاهرام، مؤسسه يوم السبت، مرتبطه دايما بكلمه الجورنال الورقي، لان حتى الان في ناس ما عندهاش، يعني دي نسبه بغض النظر قليله او محدوده، لكن لا تقتنع الا بالجريده الورقيه اللي هي تمسكها في ايديها، اللي هي بتشوف فيها الخبر، ودي موجوده خاصه في الاقاليم المصريه. وبرضه في نفس الوقت على مستوى العالم برضه بتلاقي ناس لا تقتنع الا بالجورنال الورقي اللي هو في ايديها. يعني تحول المواقع الالكترونيه للشكل المحترف
طبعا اكيد يعني اثر على الصحافه الورقيه بشكل كبير جدا. انت خلي بالك النهارده سهل جدا في ظل التطور التكنولوجي في العالم كله انك توصل للمعلومه عن طريق الموبايل وعن طريق الكمبيوتر، اكتر ما كنت زمان بنشتري الجورنال بالليل وقت ما بيصدر بالليل او الصبح. خلاص يعني الزمن ده الامانه عدى انتهى. فالمواقع الالكترونيه كسبت المنافسه مع الصحافه الورقيه، خلاص ده بقى اي صحيفه ورقيه بقت مجبره انها تصدر اصدار الكتروني عشان تقدر تكمل في المنافسه، تمام كده؟ وبالتالي كان في يعني من فتره معينه للصحافه الورقيه ان هي هتنتهي من السوق، وكان مقدر لها هي 2018، وشفنا احنا فعلا كتير او بعض الجرائد الانجليزيه المشهوره خرجت من السوق تماما وبقت تصدر اصدار الكتروني فقط. الصحافه الورقيه بتمر بفتره صعبه جدا لانه الصحافه الالكترونيه طغت على الصحافه الورقيه تماما، وده ادى لانه مثلا صحيفه زي نيوز ويك الامريكيه او صحيفه السفير اللبنانيه، صحف كبيره جدا وعريقه، بيبقى عندها مشاكل وخسائر فادحه، خسائر ماليه فادحه، فبتضطر في النهايه ان هي تغلق النسخه الورقيه وبتعتمد على النسخه الالكترونيه اذا كان في نسخه الكترونيه. بعض حتى يعني الجرايد الكبيره حتى في مصر، الجرايد العريقه، اهرام اخبار، جمهوريه، حتى بداوا ان هم يتجهوا ان هم يكون عندهم نسخ الكترونيه، لان هو ده المستقبل وهو ده اللي خلاص الناس كلها دلوقتي. انت بتتكلم في توزيع النسخ، يعني انا ما عنديش ارقام دقيقه بالظبط عن توزيع النسخ، ولكن اظن انه اكتر جورنال بيوزع النهارده نسخ حوالي 30 40 الف نسخه يوميا. معانا اكيد دكتور طارق الادور ناقد رياضي في جريده الجمهوريه وطبعا المعلق الرياضي الكبير، ولسه بنتكلم معاه عن دور السوشيال ميديا والصحافه الورقيه وازاي بيتلقى الجمهور او المواطن العادي الاخبار. شفت التقرير ده ازاي يا دكتور؟ شفته طبعا واقعي جدا من زملاء فعلا عايشين في واقع الامر دلوقتي، لازم الواقعيه هي اللي تفرض نفسها. في حته برضو عايز اقول لك هي ضد الصحافه الورقيه الوقتي، في هم يمكن ما حدش تم تناولها في الساده الزملاء دول، لكن هي مهمه جدا. هي عنصر الزمن، هو صحيح. عنصر الزمن ليس في صالح الصحافه الورقيه على الاطلاق. صحيح. انا اذكر زمان في جريده الجمهوريه لما كنا بادئين فيها وكانت بتصدر بالليل، كان معنى كل الصحف بعد كده غيرت اتجاهها وبدات تنزل بالليل، لان المنافسه كانت الشخص وهو راجع مش مستني الجورنال انه يشتريه الصبح. لا، ده عايز ياخده بالليل وهو راجع كده مروح بيته يشتري الجورنال. طيب هنفترض ان صدور الصحافه بالليل ده بقى الوقت هو امر واقع. طب انا لو انا في خبر النهارده الساعه 12 الظهر في اي يوم مثلا، كتبت انا الخبر وعلى الشخص انه يستنى لغايه 12 بالليل على بال ما الصحافه الورقيه تطلع. يعني 12 طب ساعة. لو الساعه 1 بالليل يستنى لتاني يوم عشان يسمعه؟ ما هو هيستنى يا اما، انا بقول لك اسرع حاجه يعني اسرع صحافه ورقيه اللي بتصدر بالليل، اللي هي يعني بتطبع بالليل وتبقى في السوق بالليل. حتى لو الجريده دي ليها طبعه مسائيه وطبعه برضه صحفيه، اكيد صعب ان هي تجاري كل الاخبار اللي بتحصل، لان احنا عندنا احداث بتحصل كل 3 دقائق بالظبط كده. فانت تخيلي اسرع وقت لخبر حصل الساعه 12 الظهر انه يستنى 12 ساعه عشان يصدر في الصحافه الورقيه. تخيلي ان الصحافه الالكترونيه سواء موقع الكتروني او فيسبوك او كل السوشيال ميديا، الموضوع كله كليك، يعني كله ثانيه واحده هيكون الخبر موجود. فتخيلي الثانيه دي ممكن يجي فيها كام خبر بعد الخبر اللي بقى مستنى 12 ساعه عشان يظهر. صحيح. عشان كده تحولت الصحافه الورقيه، ابتعدت عن الخبر، خلاص ما بقتش هي منافسه في الخبر، اصبح بتنافس في التقارير، الريبورت، حاجات الريبورتري اكتر، ان انا مثلا بشوف الخبر ده وبكتب عنه تحقيق. ما حوله او تحقيق حوله وملابسات هذا الخبر في شكل ريبورت، ما بقاش خبر كده مجرد زي ما كان زمان. طيب يعني من وجهه نظر حضرتك، هل اصلا يعني بقى في مجال ان يكون في منافسه في قدام، ولا خلاص يعني في يوم من الايام خلاص هنلاقي الصحيفه الورقيه دي انتهت اصلا من الوجود؟ هي الصحافه الورقيه مقدر لها انها هتنتهي يعني. ايه الناس بتزعل قوي
الناس اللي هم الجيل القديم شويه بيزعل قوي لما بنقول الكلام ده، خصوصا طبعا اللي بيشتغلوا في المجال ده من زمان، رغم ان هم على فكره نفس الصحفيين اللي بيكتبوا في الجرايد الورقيه هم اللي بيكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي او المواقع الالكترونيه. يعني الصحفيين الكبار والنقاد الرياضيين الكبار كل واحد فيهم عنده مثلا اكاونت على تويتر بيتاخد منه من على تويتر تصريحاته وبتنتشر على كل السوشيال ميديا كانها خبر موثوق فيه. مظبوط. بس هي ايه، في حتتين هتكلم معاكي فيهم على الجزئيه دي بشكل خاص اللي هي السوشيال ميديا. اول شيء ان طبعا الصحف الورقيه هي بالنسبه للناس ترند، يعني عارفه حاجه كده ايه اتعودوا عليها. يعني كان اي شخص من ان هم مثلا الاجيال القديمه بيقوم الصبح يشرب فنجان القهوه او فنجان الشاي مع الجورنان طقوس، يعني هي مجرد طقوس. فهو الشخص ده مش قادر يشعر انه في لحظه من اللحظات مش هيعيش الطقوس دي، انه يقوم الصبح كده مع فنجان الشاي ما يلاقيش الجورنال الورق اللي قدامه. دي حته. الحته الثانيه ان لازال الهاردوير اللي هو الحاجه الملموسه اللي هو الجورنال اللي لامسه بايده، ممكن لعيب كوره مثلا يكتب عنه 100 خبر بس كلهم هوا، لان هوا لان الالكترونيك ده هوا، ما فيش حاجه ملموسه لامسها بايده. هو هيفتح يشوفها في الموبايل لكنها مش لامسها بايده. لكن لو خبر واحد اللعيبه القدام دول كلهم، لو سالتي مثلا شوبير ولا سالتي حسن شحاته ولا الخطيب تلاقيهم محتفظين ربما من الصحف الورقيه دي لانها مكتوبه هو لامسها بايده، شايف صورته فيها، شايف الخبر مكتوب عنه. فهي دي الحته الجابه اللي هي لسه موجوده حتى الان في بعض الاجيال. حتى انا النهارده كنت بسال الجمهور السؤال ده، ايه بتتابع الاخبار منين؟ سوشيال ميديا ولا بتتابعها من جرايد ورقيه ولا من الويب سايتس الإلكترونية؟ فبيردوا عليا كلهم، كل طبعا اللي بيتكلموا بيقولوا من السوشيال ميديا. لا واحد بس كتب قال السوشيال ميديا، وده طبعا طول الوقت، لكن ساعات لما ببقى عند جده بقراها من الصحف الورقيه. شوف انت وانت ايه عند جده لما ببقى يعني فتحي قال لنا لما ببقى عند جده بس بقرا من الصحف الورقيه. ما هي ايه دي النقطه بقى المهمه. النقطه الثانيه اللي مصدر الاخبار اصبح السوشيال ميديا اكتر، لان هي زي ما قلت لك انا هفتح التليفون ده، في ناس كمان ايه مسطبه السمارت فونز بتاعتها على انه اول ما يفتح الاقي فيسبوك على طول جاي له الفيد على طول. صحيح كله. صحيح. تويتر مثلا في ناس بتعمل وكاله انباء من التويتر اكونت بتاعه. طبعًا. ازاي ان هو هيخش فولو على مثلا كل الصحف العالميه. صحيح. كل وكالات الانباء العالميه، سي ان ان، كل حاجه. فبمنتهى البساطه بيفتح الاكونت بتاعه يلاقي الاخبار كلها مترتبه، كل الاخبار جايه له. ده مش خبر، ده هيلاقي مثلا كل دقيقه بدون مبالغه طبعًا. مش اقل من 500 خبر. صحيح. يعني في كل دقيقه. صحيح. فتخيلي بقى هذا الكم من الاخبار. مستحيله اصلا تقدر تجاري الصحف الورقيه. استحاله. مستحيل. يعني فاليه صناعتها ما تقدرش ان هي تجاري الكلام ده. الناس كلها دلوقتي ما بتتكلمش على هذه المنافسه، لا المنافسه محسومه خلاص لصالح الالكترونيكس كلها، دي منافسه محسومه. لكن كله بيتكلم على ايه؟ على المصداقيه. تحول الامر من منافسه خلاص حسمت بالضربه القاضيه زي ما بنقول كده، خلاص هي ماتش ملاكمه من الجوله الاولى حسموا الالكترونيكس بالضربه القاضيه، لكن ايه بتتكلم على المصداقيه. زمان الخبر، انا مره هقول لك مثلا خبر في صحيفه ورقيه الجمهوريه عندنا، ما كانش حد بيصدق مثلا ان حسن شحاته ممكن يسيب الزمالك يروح الاهلي، مستحيل. طب. يعني مستحيل حد يصحى الصبح يقول لك ان الخطيب راح الزمالك، دي كلام مش ممكن. فكنا كان في عصر كده اللي هو سنه 84 و85 كان الاهلي والزمالك بيلعبوا في بطولات افريقيا. مثلا الاهلي بيلعب في دوري الابطال الزمالك بيلعب في كاس الكؤوس، او العكس الاهلي بيلعب في كاس الكؤوس والزمالك بيلعب في دوري الابطال. فكان في نوع من انواع التفاعل بين لاعبي ونجوم الفريقين. تلاقي مثلا الخطيب يروح يزور معسكر الزمالك قبل مواجهه حاسمه في بطوله دوري ابطال افريقيا، يقوم في المقابل ابراهيم يوسف يروح برضو مران الاهلي لتشجيع لعيبه الاهلي على مواجهه ليهم في كاس الكؤوس، كان في نفس التوقيت البطولتين. ففي مره جبنا فكره كده ان الخطيب على الفوتوشوب، طبعا كان الفوتوشوب حاجه يعني جديده خالص ما حدش يعرف عنها حاجه، ونلبس الخطيب التيشيرت الابيض والخطين ده بالفوتوشوب، مش هو لبس التيشيرت ده، ان الخطيب راح زار الزمالك وان حسن شحاته راح زار الاهلي مثلا بفانيلا حمراء. الدنيا اتقلبت ان الناس ايه، يعني الخطيب في الزمالك كان العنوان كده، ان الخطيب في الزمالك وبخطين حمر كده الفانيلا بيضه
ده حاجة كانت إعجازية يعني، فالناس كلها نزلت تشتري الجرنان إيه ده؟ فإن هو الخطيب في الزمالك، إن الخطيب في مران الزمالك لدعم الزمالك مثلا في مواجهته الأفريقية، كانت لقطة جميلة يعني. بس شوفي إزاي رد الفعل. فمرة تانية خبر بسيط قوي إن أحمد الكاس كان ده لاعب في النادي الأولمبي وقتها، وكان قيل إن هو هينتقل إلى النادي الأهلي، وخبر تاني إنه رايح نادي الزمالك. الدنيا اتقلبت في اسكندرية يعني، خبر بالظبط أربع سطور إن في عرض لأحمد الكاس انه هينتقل لنادي الزمالك، مبيعات عالميه. اللي هو اللي حصل بعد كده يعني. احمد الكاس بالفعل انتقل لنادي الزمالك. بس تخيلي بقى الدنيا اتقلبت. انا اذكر كنت في الجريده يوم اجازه، تليفون الجريده لم ينقطع من تليفونات اسكندريه لمده مثلا 3 4 ساعات، مش اقل من 1000 تليفون. طب لو خبر زي ده اتكتب دلوقتي ولا حد يسال في الجرنان يعني؟ حدش هيتخيل ان في رد الفعل دوت. فدي الفوارق. لكن كان في شيء مهم جدا اللي هو الثقه في الخبر، لان الخبر ده كان من مصادر موثوق فيها، ما كانش حد بياخد من موقع الكتروني ولا حد بياخد من سوشيال ميديا، لا ده الخبر من مصدر الخبر. لو انا مثلا في بيتي عمري ما هعرف، ما كانش في موبايلات على فكره كمان. طب اصلا وجود الموبايل نفسه غير برضه في الصحافه وغير في الاعلام يعني. انا لازم اروح للمصدر بتاعي في النادي الاهلي او في نادي الزمالك او في اتحاد الكوره بنفسي، واقعد اتكلم معاه وارجع ادور على التليفون عشان اكلم الجريده لو انا ما رحتش بنفسي. تخيلي بقى ولو حاجه وانا في الطريق حصلت انا مش هعرفها. ده انا لو في الطريق، انا في الشارع مثلا راكب عربيه او راكب اي مواصله، عمري ما هعرف. الحل الوحيد ان انا اما اوصل الجرنان التليفون الارضي ده بتصل فيه مثلا بالكابتن الجوهري، قالوا يا كابتن هو حصل كذا، صحيح؟ ما فيش مصدر غير كده، صحيح. فاذا لو كتب خبر اما انه يكون صحيح تماما او موثق بتليفون. لكن دلوقتي نص الاخبار زي ما انت عارفه مضروبه، نص الاخبار كلها متاخده من سوشيال ميديا، واحد بس يشوف خبر كده، توقعات على تكهنات على كواليس على مصدر موثوق منه ولا حاجات كده. طيب خلينا بقى نروح للنادي الاهلي وعن لقاء القدم ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي. النادي الاهلي طبعا متصدر مجموعته دلوقتي. حضرتك شايف النادي الاهلي فرصته تكون عامله ازاي في حظ النجمه التاسعه ليه في البطوله الافريقيه؟ الرد على السؤال دوت، الاول نتكلم على الاقرب مواجهه ليها كامبالا سيتي، واللي انا بصراحه ارفض تماما تسميه هذا اللقاء بتحصيل حاصل. كتير قوي تشوفي كده في السوشيال ميديا ومكتوب كتير في بعض الصحف وبعض المواقع الالكترونيه اللقاء تحصيل حاصل. وحتى هناك من يطالب، دي صوره حضرتك كنت بتتكلم عليها. ايوه ده فوتوشوب يا جماعه. فوتوشوب ادي يعني. انا بشكر جدا كل القائمين على البرنامج ان هم شوفوا طلعوا لنا في الحال ده يعني حاجه قديمه خالص. شوف فاروق جعفر وحسن شحاته فانيلا الحمراء، والخطيب بالفانيلا البيضاء بالخطين الحمر. كانت روح حلوه جدا طبعا. دي صوره فوتوشوب. لا ده لبس بس حقيقي خطيب راح زار الزمالك، وفاروق جعفر وحسن شحاته راحوا زاروا الاهلي. ده حاجات كانت دي كانت روح كويسه جدا ما بين حاجه جميله. الصوره ديت تخيلي دي بتعكس اخلاق الزمن الحلو فعلا. عارفه الصوره دي سنه كام؟ سنه 84. يبقى بقى لها كام سنه دلوقتي؟ 34 سنه. شوفوا الروح الجميله. طبعا هو الخطيب اصلا واقف وسط فاروق، دي مش متركبه. لكن كان ده فانيلته، ده فوتوشوب بقى هو اللي غير التيشيرتات يعني، فاهمه؟ فشوفي في الصوره عمرها 34 سنه، لكن بنتذكرها حتى يومنا هذا لانها نشرت في صحف هاردوير مكتوبه يعني غير الوقت الالكترونكس اللي هي خلت ان الحاجه مش. وبرده كان زمان الموضوع برده ايه ده، كان بيلعب في الاهلي ويطلع على الزمالك ازاي، او في الزمالك ويروح الاهلي ازاي. زمان قوي من 34 سنه دي الحاجات دي ما كانتش يعني، احنا اتصدمنا. الصدمات دي كانت بدات تحصل من ايام حسام ابراهيم حسن، وفين الحاجات دي ما كانت برده ليها صدمه فظيعه. دلوقتي الحاجات دي بتحصل عادي جدا. عادي جدا. يعني احنا بنتكلم مثلا، انا كنت في معدي قدام النادي الاهلي اليوم اللي انتقل فيه حسام ابراهيم من النادي الاهلي لنادي الزمالك، كان الكلام ده سنه 2000 يعني اول امبارح يعني 18 سنه. من 18 سنه ده بنقولها في عرف الزمن اول امبارح يعني. بس الدنيا اتقلبت طبعا، الدنيا اتقلبت. لكن كان ايه الناس ممكن تصدق. لكن الوقت طبعا مش شيء طبيعي. اي حد لو سمعت ان اي لعيب هينتقل الى النادي المنافس ده شيء واقعي جدا، وممكن في لحظه بس في دينايل كده شويه، رفض من جواك بنسبه 20%، بس انت 80% انت مصدق ده يحصل عادي. لكن لما بنتكلم في الصوره ديت بتاعه 84، مستحيل حد يصدق الخطيب يروح الزمالك، حد يصدق فاروق جعفر يروح الاهلي، حد يصدق حسن شحاته يروح الاهلي، حد يصدق الشاذلي يروح اي نادي تاني غير الترسانه. مش ممكن، مستحيل حد يصدق.
لكن هو ده الوقت، كل ما الزمن بيقرب وكل ما السنين بتمر كل ما اي حاجه ممكن الواحد يصدقها. صحيح. حتى الانتقالات دي. صحيح. طيب نرجع بقى للنادي الاهلي، وكنا بنتكلم طبعا على المباراه القادمه قصاد كامبانا سيتي يوم الثلاث اللي جاي. حضرتك بتقول انك رافض الكلام اللي بيتقال عنها ان المباراه دي مباراه تحصيل حاصل، وده برده الكلام اللي اكده باتريس كارتيرو واتكلم مع اللعيبه قال لهم المباراه دي مهمه جدا، برغم طبعا ان احنا خلاص ضمننا التاهل لدور الثمانيه. تمام. يعني دلوقتي النادي الاهلي هيلعب المباراه الفاصله، هو متساوي مع الترجي في 10 نقاط. اللائحه اتغيرت السنه اللي فاتت لما بقى دوري مجموعات من دور ال 16 بدل دور الثمانيه، رجعت اتغيرت تاني التغييرات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. بمقتضى هذه التغييرات اصبح مهم جدا ان انا اطلع بطل مجموعه. ليه بطل مجموعه؟ بطل مجموعه في اللائحه الجديده اصبح في قرعه هتتعمل ان شاء الله يوم 3 سبتمبر القادم. مش زي الموسم اللي فات اللي كان النادي الاهلي وهو على قمه المجموعه وهو تاني المجموعه عارف مسبقا انه هيلاعب الترجي اللي هو كان على قمه المجموعه الثانيه، وكان النادي الاهلي عارف انه لو عدى الترجي هيلاعب في سكه النجم الساحلي. والنادي الاهلي فعلا لعب الترجي ولما كسبه لعب النجم الساحلي، كسبه ووصل للوداد في النهائي. السنه دي كل هذا الامر غير معروف، يعني انا مش عارف دلوقتي النادي الاهلي هيلاعب مين. فاذا بما اني مش عارف هلاعب مين، يبقى لازم انا اكون على قمه المجموعه عشان اضمن ايه؟ ان انا ما لاعبش فريق على قمه المجموعه. لو النادي الاهلي هيطلع تاني المجموعه هيصطدم اصطدام مبكر جدا في دور الثمانيه مع احد الفرق المرشحه لقمه المجموعه. صحيح. اللي هو يا مازيمبي يا الوداد يا النجم الساحلي. قلقا بقى مازيمبي يقلقنا شويه. بالظبط. فهنتكلم اننا لو تاني المجموعه الاهلي هيلاعب مين؟ نخلينا ان الاهلي لو تصدر المجموعه هيلاعب من المجموعه الثانيه واحد من، طبعا القرعه هتتعمل هيلعب الفريق بطل المجموعه مع اي تاني من تواني المجموعه عدا التاني اللي في مجموعته، يعني الاهلي مثلا مش معقول هيقع مع الترجي تاني. فهيقع مع اي حد. طب المجموعه الثانيه فيها مين؟ فيها الدفاع الحسن الجديدي، فيها مولوديه الجزائر، فيها يا سطيف، دول كل واحد منهم عنده سطيف. 5 نقاط وفاق سطيف. طبعا وارد اي واحد من دول يطلع تاني المجموعه. فالنادي الاهلي ممكن ان الانديه دي تعتبر بالنسبه للنادي الاهلي انديه في المتناول، منافسه في المتناول. دي في هقول لك كمان اللي في المجموعه الثالثه بعد الوداد المتصدر في مولوديه هو الاقرب. مولوديه الجزائر. فادي ده تاني مجموعه. المجموعه الرابعه هيبقى يا بريميرو دو اغوستو يا زيسكو. كل الانديه دي زيسكو الزامبي، كل الانديه دي في متناول النادي الاهلي. يعني لو هو بطل المجموعه هيبقى مع تواني المجموعات ديت هيبقى في متناوله. صحيح. اي نادي من الانديه دي. لكن لو طلع تاني هيبقى بقى في قد يصطدم مثلا بمازيمبي، قد يصطدم بالوداد، قد يصطدم بالنجم الساحلي، اللي هي الفرق الثلاثه اللي هي مرشحه ان هي تتصدر المجموعات الاخرى. فطبعا لا شك ان المباراه ديت ما تبقاش تحصيل حاصل. طب ازاي الاهلي يضمن قمه المجموعه؟ ينزل امام كامبالا سيتي يكسب اي فوز، حتى لو فوز زي زمان كده كان كره الشراب يقول لك ايه الكورنر بربع جول، حتى لو بربع جول الفوز، حتى لو فريق الترجي كسب خارج ملعبه تاونشيب رولرز وتفوق بأي عدد من الأهداف، المواجهات المباشرة في هذه الحالة ستحسم الأمر أمام الترجي، لأن النادي الأهلي تعادل 0-0 في القاهرة وفاز خارج القاهرة في استاد رادس اللي أصبح ملكية خالصة للأهلي. فاز وش الخير على النادي الأهلي. ففي هذه الحالة في أي تساوي هيبقى النادي الأهلي اول المجموعه، يلاعب بقى اي تاني من التواني اللي قلناهم من المجموعات الاخرى. هيكونوا فرق في المتناول وان شاء الله. يكون باذن الله. التغيير التاني بقى اللي هيحصل في القرعه دي، كان قبل كده ما فيش قرعه، عارف طريقي لغايه النهائي، يعني كان الاهلي عارف السنه اللي فاتت انه هيلاعب الترجي ثم بعد الترجي هيلاعب مين ثم بعد لغايه النهائي. السنه دي القرعه اللي هتتعمل قرعه البطل كل مجموعه هيلعب تاني مجموعه الأول ثم هيتحدد بعد كده. طب لو الاهلي مثلا فرض لاعب مولوديه هيلعب مين بعد كده؟ الفايز من مين ومين؟ لكن اوصل معاك انت بتقولي فرص الاهلي ايه في الفوز باللقب؟ ايه فرص الاهلي في الفوز باللقب؟ ان اجلا او عاجلا حتى لو عدى تاني مجموعه في دور الثمانيه من المتوقع المنافسه الناريه من وجهه نظري انا الشخصيه ستكون بين الاهلي اللي هو وصيف البطل الموسم اللي فات والوداد اللي هو البطل في الموسم اللي فات. صحيح. ومازيمبي اللي من وجهه نظر انا اللي هو اقوى فريق ممكن يبقى اشرس فريق او اشرس منافس للاهلي في طريقه نحو الاميره الافريقيه. الاميره الافريقيه مطمع
لكل جماهير الاهلي. فانا بعتقد ان مازيمبي هو القوه الاكبر في طريق النادي الاهلي. حتى الوداد اللي هو حامل اللقب، انا وجهه نظري ان الاهلي والوداد السنه اللي فاتت دي مباراه كانت كل الناس شايفه انها وان سايد جيم لصالح الاهلي. الاهلي اهدر 3 4 فرص في لقاء الذهاب، واهدر كمان فرصتين ثلاثه في لقاء العوده، ومنهم كره مؤمن زكريا في بدايه اللقاء اللي كانت ممكن تقلب تماما الموازين. خسر اللقب، لو وقع مع الوداد تاني انا متاكد مستحيل يتكرر ما حدث في العام الماضي. فيبقى مازيمبي هو العقبه الاكبر امام الاهلي نحو الاميره الافريقيه التاسعه. دكتور دور، هل تتوقع ان كارتيرون برضو هيعمل تغييرات كثيره في المباراه القادمه؟ انت فتحتي حاجه مهمه جدا. انا كنت نفسي تساليني السؤال ده. لان الموسم ده موسم لن يتكرر، مش بس في تاريخ الكره المصريه، ده في تاريخ الكره العالميه. حجم المباريات المتوقع تبقى فيه لود على لاعب في النادي الاهلي، مش انا بتكلم على النادي الاهلي بشكل خاص، لان النادي الاهلي عنده ارتباطات اكتر بكتير من اي نادي تاني. تخيلي ثلاث بطولات دلوقتي، الدوري، لا مش ثلاث بطولات، تعالي نعدهم مع بعض، البطوله الافريقيه والبطوله العربيه، تعالي نعدهم مع بعض، مش ثلاث بطولات بس، تعالي نعد كده مع بعض. النادي الاهلي عنده كام بطوله هيلعب فيها السنه دي؟ السنه طبعا انا بتكلم على النادي الاهلي بشكل خاص. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده ارتباطات اكتر من اي نادي تاني. صحيح، اي نادي مصري قريب منه المصري اللي بيلعب برضه في نفس، بس الاهلي عنده ارتباطات اكتر. تعالي نحسبها كده حسبه بسيطه، احنا واحنا قاعدين من غير حفظ كده، كام مباراه في الدوري؟ 34. الفريق اللي بيلعب في الكاس اللي هو من الدوري الممتاز الاهلي او الزمالك كده بيلعب 5 مباريات، لو يوصل للنهائي يبقى 34 و5 كام؟ 39. 39. ومباراه سوبر، النادي الاهلي كده كده هيلعب مباراه السوبر امام الزمالك كبطل الدوري امام بطل الكاس، يبقوا كام؟ 40 مباراه محليه. 40 مباراه محليه، ضيف عليهم السنه دي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله اذا استأنف مسيرته عنده كم مباراه اذا لغايه النهائي؟ عنده 10 مباريات. اوكي، 4 و2. لا، 4 الاول في المجموعه الوقت اهو، الثلاثه اللي لعبهم وكان بلس حسب كمان اللي لسه اللي تلعبه كمان ولا لسه هيلعبوا اللي لسه لو دور الثمانيه كمل دور الثمانيه دور قبل النهائي ونهائي يبقوا 10 مباريات. ال 10 مباريات دول يتضافوا على ال 40 اللي معانا بنحلي يبقوا 50. ضيفي عليهم لو الاهلي كمل كده هيلعب فين؟ كاس العالم، كاس العالم للانديه بقى ممكن إن شاء يوصل الله. ارتباطاته فيها الى 3 مباريات، بقينا 53. لو النادي الاهلي كان كسب اللقب ان شاء الله يعني هيلعب سوبر بقى 54 مباراه. ضيفي على العربية كل دول، لا كمان ده لسه مش داخل في البطوله العربيه، ده لسه كده في افريقيا. دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه الموسم القادم هتبدا فورا من ديسمبر اللي جاي، قبل ما السنه تخلص، قبل ما السنه تخلص يعني وهتنتهي في مايو. يعني الاهلي هيبقى عنده ارتباط نظري 14 مباراه اخرى في دوري ابطال افريقيا العام القادم. لانه لو البطوله بالكامل هتتعمل على الموسم، مش زي السنه دي نصها فات او جزء منها فات في الموسم اللي فات وجزء منها. 14 و53 يبقوا 67. البطوله العربيه لو النادي الاهلي كمل فيها ممكن يوصل ارتباطه لثمان مباريات، يبقى كده دخلنا في 74 مباراة. 74 مباراة ده الأهلي بس. الأهلي عنده كام لعيب دولي؟ هيلعبوا 5 مباريات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 ديت بداية من مباراة النيجر القادمة. شوف كام لعيب في الأهلي هيلعبوا في المنتخب. عندهم ارتباط 5 مباريات. طب لو منتخب مصر كمل في النهائيات، هيلعب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لو فرضنا إن هو هينافس على اللقب هيلعب 6 مباريات. ادي 5 و6 11 مباراة رسمية. هو المنتخب ده مش هيلعب ودي؟ هيلعب ودي ما بين بنتكلم مثلا 5 6 مباريات لغاية كأس الأمم، هنتكلم 5 6 مباريات فقط. اجمعي دول على ال 74 يطلع 82 مباراة ارتباط للاعب المتميز في النادي الأهلي، شيء لا يمكن يتخيله عقل. ده كمان عايزين يقولوا مصري سوبر مصري اماراتي، فين الكلام ده؟ امتى؟ ما جاتش بقى على ده كمان يعني يا دكتور. مش هو ده اللي هيعمل المشكله. الله يكون في عون اللعيبه طبعا. طيب، شايف ان كارتيرون ممكن ينزل المباراه القادمه بما انها بحسب وصف طبعا بعض النقاد الرياضيين والصحافه ونصف الشارع ان هي مباراه تحصيل حاصل، هل ممكن يعمل تغييرات جديده على اللقاء ولا هينزل طبعا عنده تحفظ عشان ما يطلعش برده تاني فيقابل اول من المجموعات زي ما كنا بنتكلم؟
بصي كارتيرون انا معاه تماما. بدا حاجه بنسميها الروتيشن اللي هو فهم غلط، فهم غلط الروتيشن في الكره المصريه عموما. حتى خبراء يقول لك ده يكون مغير 7-8 لعيبه يقول لك روتيشن. لا الروتيشن مش كده. معناها ان انا الوقت حسام عاشور لعب 5-6 مباريات ورا بعض ومجهد يريح مباراه بس القوام الاساسي كله موجود. شلت مثلا حسام عاشور حطيت هشام محمد، شلت احمد فتحي حطيت محمد هاني، شلت علي معلول حطيت ايمن اشرف. ما بين تغيير وتغييرين على الوجه الاكثر. لازم وانا عديت اللعيبه اللي بتاعه النادي الاهلي عندهم ارتباطات قد ايه، لازم كارتيرون يعمل على الاقل على الاقل ما بين لاعب او اتنين روتيشن في كل مباراه. اذا اما يلعب مع كامبالا سيتي وغير لاعب او اتنين ده مش معناه انه غير في التشكيل، معناه انه عايز يلعب بالتشكيل الاساسي. انا فاهم عقليه كارتيرون انه عايز يكسب الماتش ده، اما يكسب الماتش ده هيضمن قمه المجموعه. ما هو لو اتعرض افرض ان هو اتعادل والترجي كسب بقى تاني مجموعه، يبقى هو فقد حاجه كبيره جدا في طريق مسيرته للاميره الافريقيه لو اتعادل بس. فلازم يلعب بقوامه الكامل مع وجود التغييرات اللي انا بسميها مش تغييرات، لا ده الروتيشن المعتاد بتاعه. طبعا الروتيشن ده اختل في مباراه الحرس لظروف اصابه وليد سليمان، لظروف ان غياب اكتر من لاعب مؤثر زي احمد فتحي، لظروف غياب يعني عدد كبير من اللعيبه اللي هم الاساسيين. هو كان عايز يجرب برده من ضمن الحاجات، عايز يجرب فكره الجبهه الشمال اللي فيها علي معلول وايمن اشرف اللي انا مش مؤيدها قوي. انا شخصيا ده رأي شخصي فقط ان انا مش مؤيدها قوي، انما مع التجربة ومع الغيابات فبقى العدد اللي اتغير من اخر مباراة للأهلي عن مباراة حرس الحدود وصل الى 6 لعيبة، وده عدد كبير جدا. يبقى فقد ما بنسميه احنا الروتيشن المعتاد اللي انا بقول في حدود لاعب او اتنين او تلاتة على الوجه الاكثر من التشكيلة. خصوصا النادي الاهلي معروف دايما بالاستقرار في التشكيل بتاعه. بالظبط كده. وده كان من اهم عوامل النجاح في النادي الاهلي. وبالظبط هو كارتيرون بالنسبة له السنة دي في لعيبة اعمدة مش هغيرها الا للشديد القوي، يعني ازارو مش هيتغير الا للشديد القوي. مثلا سليف كوليبالي مش هيتغير الا يعني في كل كام مباراة. مش هيحصل تغيير لسعد سمير الا يعني لو محمد نجيب خد فرص كده. مش هيحصل تغيير لمحمد فتحي الا احمد فتحي الا يعني في عدد قليل جدا من المباريات. هو ده السمات العامه، اي شيء غير كده هيكون اضطراري لظروف الاصابات او اي ظروف اخرى. عايزين نتكلم عن الكاف وعن التحقيقات اللي حصلت في الوقت الاخير وايقاف بعض الحكام من قبل الكاف بسبب الفضايح اللي حصلت في الوقت الاخير. انت شايف الموضوع ده ازاي؟ الحقيقه بشكرك على السؤال ده لان مش عارف ليه ما حدش طرح السؤال ده، يعني ما حدش حتى اتكلم فيه في الاعلام، مع ان ده نقطه فارقه في التحكيم الافريقي. التحكيم الافريقي كان اسمحي لي هسمي اسم كده ما احبش اقوله على الاعلام، كان عار في فتره الثمانينات والتسعينات والكلام ده والسبعينات كمان. السبعينات اكتر بقى كان ممكن فرقه بمنتهى البساطه كسبانه 5-0 على ملعبها تروح هناك حكم ده يروح مدي 3 ضربات جزاء للفرقه ديت وتلاقي الفرقه اللي كسبانه 5-0 على ملعبها تلاقي نفسها خسرانه 6-0. ده كان ممكن يحصل في 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 التحكيم الافريقي. بدا لما انتشر التلفزيون وبقت القنوات بتنقل وكده بدا يبقى في تركيز اكتر مع الحكام فقلت الاخطاء شويه، لكن كان لابد من قرارات رادعه للاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي خد القرار على مرتين في اجتماع كان من حوالي 3 اسابيع اتوقف 18 حكم، وده شيء اسطوري ما كانش حد يتخيله. وكان اغلب الحكام حتى من دوله واحده، يعني اغلب الحكام من دوله في القائمه الاولانيه بتاعه ال 18 دول. راح عمل الاتحاد الافريقي ملحق لقائمه الايقافات دي وراح واقف كمان حوالي 7 أو 8 كمان. انا شايف ان هذه القرارات اعتبرها مصيريه في تغيير او بنسميها كده ايه تيرن بوينت او تغيير جذري في التحكيم الافريقي لما اصدر الاتحاد الافريقي هذه القرارات. لان انا اعتقد ان هيحصل وقفه جامده جدا مع اي حكم هيحصل منه ما كان يحدث في السبعينات والثمانينات. خلاص الامر ده انتهى. هيبقى الوقت. بالنسبه للنسخه اللي فاتت شفت النادي الاهلي تعرض لظلم تحكيمي؟ بصي عشان نكون منصفين، انا مره قلتها حتى في برامج كتير، في حاجة اسمها عدالة بقى كده السماء، يعني عدالة ربنا كده. الفريق اللي بيتعرض لظلم النهاردة قد يستفيد من التحكيم بكرة. يعني لا شك ان الاهلي في قرارات مصيرية
كانت ضده في بعض المباريات، منها طبعا كوتوكو أشانتي كوتوكو حكم محمد حنصل في مباراة الأهلي وكوتوكو، مباراة العودة في كوماسي في ديسمبر عام 1983 كانت مباراة العودة والنادي الأهلي متعادل 0-0، كان في هدف سجله جون بانرمان لاعب أشانتي كوتوكو وقتها، كان بتسلل مش عايز اقول لك مثلا زي من هنا واخر زي من هنا والكاميرا اللي قدامي دي، يعني تخيل مش تسلل ياردة ولا نص ياردة ولا كام سنتي واضح زي ما بنقعد، ده تسلل 20 ياردة واخد بالك، واتحسب الهدف دوت، وطبعا حسبه محمد حنصل، ما كانش حد بقى بيراجع ولا حد بيوقف الكاميرا ولا حد بيعيد ولا حد بيشغل السلو موشن ولا الاجهزه الحديثه دلوقتي اللي بتوري الخطوط الطوليه والعرضيه في التسلل، فيحتسب الهدف اللي خرج بيه النادي الاهلي وفقد بيه لقب افريقي. في قرارات كتيره جدا تعرض ليها زي مايكل انرامو لاعب الترجي التونسي، ولقاء العوده الهدف اللي فاز بيه الترجي على النادي الاهلي وتسبب في اقصاء النادي الاهلي، وهدف واضح جدا ان مايكل انرامو سجله بالكتف، جابه بكتفه بايده يعني بدراعه في المرمى، الهدف ده احتسب ولم يسجل احد اي اعتراض. لكن لو في الظروف اللي هي بتاعت دلوقتي لا، ده الحكم بقى يتعلق على المشنقه لان الهدف بالايد، ودلوقتي كمان تقنيه الفار طبعا صحيح. طورت جدا من مستوى التحكيم، وشفنا في كاس العالم الاخطاء قلت، صحيح المتعه يعني مش هنقول بقى المتعه ما بنقول ايه، الاخطاء جزء من متعه كره القدم، انا ما بحبش المقوله لا دي لا مش بلاش المقوله دي انا ما بحبهاش برضو نفس الكلام، عشان كده وقفت قبل ما اقول المتعه. لكن انا بقول ايه، جول او ضربه جزاء مستني بقى الحكم يروح ويبص على الشاشه وبعدين بعد كده يحسب ضربه الجزاء، فقدت المتعه صحيح وفقدت صحيح. ان اللعيب بيحتفل بالهدف صحيح حتى جول مصر السعوديه لا الجول اللي جابته فرنسا في كاس العالم اللي هو الكره عدت خط المرمى رغم مش تقنيه فار ده عين الصقر اللي احتسبت الهدف دوت واحتسب الهدف للاعب سويسرا في مرماه، حتى هذا الهدف يعني اللعيب ما فرحش خلاص ما فيش سعاده بالهدف زي ما يكون الهدف انا لايف كده بحتفل بالهدف. ضربه الجزاء بتتحسب بعد ما انا خلاص وقفت لمده دقيقتين مستني القرار، فخلاص ما بقاش فيه فرحه. صحيح. دكتور طارق نورتنا النهارده في كأنف الميديا، بجد سعيده جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. انا اللي سعيد والله، وان انا التقيت بالجماهير وسعيد طبعا ان انا التقيت بيكي في بدايه مشوارك في هذا البرنامج، ان شاء الله كل التوفيق والنجاح في كلام في الميديا في المستقبل ان شاء الله. ربنا يخليك، شكرا ليك دكتور طارق الادور الناقد الرياضي معلق الرياضي طبعا الكبير. انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم باذن الله بكره الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا، يوم سعيد ان شاء الله عليكم.